السلام عليكم. اعترف أحد المتهمين على هامش محاكمته في قضية الحيازة والمتجرة بالممنوعات والتي شهدت إحدى قاعات محكمة الجنايات في البوليدة مؤخرا بوقوع جريمة قتل ومأكن دفن الضحية والذي اختفى منذ العام 2008 دون أثر أو مؤشر. الحقيقة الصادمة والتي أدهشت وصدمت هيئة المحكمة، خاصة وأن موضوع الجريمة كان يعني جرم المتجرة بالممنوعات، بيّنت في اعتراف المتهم أن فيه حادثة أخرى وقعت منذ 15 سنة بسبب خلاف شهده وحضره أطراف آخرين بما فيهم المتهم المثل في القضية الجارية، وأن الضحية تم دفنه بأحد المساكن في الشفة بولاية البوليدة ليظل حلقة غامضة حول أمر اختفائه منذ ذلك الوقت ليفتضح كل شيء في محاكمة لا علاقة لها بالجريمة، أين تم الأمر بفتح تحقيق مع جميع الأطراف المشتبه فيهم على أمل محاكمتهم لاحقاً.